انا اولادي بيناموا جوعانين بالليل بيقعدوا يقولوا لي بدي اكل وما عندي حرقة خبز. يوم يبقى عندي عم اطبخ للولاد، يوم ما عندي عم يناموا جوعانين ويشهد علي الله. هي انا ارمله، عندي ثلاث اطفال، عندي هذا الولد مريض ويشهد الله، يعني عم ننام بالليل بالبرد، على الاولاد عم يموتوا من البرد، يعني لا صوبه لا احرامات لا شيء، يعني ما عندنا شيء، يعني السخنجة واحدة عم ننام أنا وولادي ثلاث، وثلاث حرامات عم غطي أنا وولادي فيه. وأنا عندي هذا الولد مريض عمره سنة وشهرين، حأدوية ما عندي يجيب له، عمره الصيدليات ما حدا عم يعطيني أدوية يعني، ويشهد علي الله معه تغرير طبي الولد. وهي حالتنا، يعني أحيانا ننام بدون قطع، يعني هالثلاث حرامات شو بدي دفوا لثلاث أولاد؟ عندي ثلاث أطفال وثلاث حرامات، وعندي هالسفنجة هاي واحدة بس ما عندي غيرها. عم ننام جوعانين وفي برد، جوعانين يعني، والبرد عم يذبح الأولاد. والله العظيم يعني حتى الواحد لحتى يطلع على الإعلام لحتى يساعد، وين الخير؟ وين هلا الكلام هدول؟ شو ذنبهم يناموا جوعانين وفيقوا جوعانين؟ والله العظيم يعني أحيانا أولادي بيناموا جوعانين بالليل بيقعدوا يقولوا لي بدي أكل وما عندي حرقة خبز، ويشهد علي الله. يعني شو ذنبهم هالأولاد؟ شو ذنبنا نحن؟ ليش لحتى هيك عم يصير فينا يعني؟ والله العظيم يعني الواحد انه عم نطلع عم نناشد اهل الخير، يعني اهل الخير ان شاء الله ما بيغصروا وان شاء الله يساعدونا يا رب. شو بدي اسوي؟ انه هاي حالتي بالبيت، لا مد ولا جادر من فوق عم تنزل علي المية وقت المطر، ويعني وحرامات بالبيت ما عندي، يشهد علي الله صوبة لحد الان يعني ما عندي بالبيت صوبة ولا ضو، صلي 14 بنام على عتمي على الشمعة. والله العظيم والله يعني الغاز غالي، عم نعبي بالغاز، يعني احيان ما بنعبي، عم نشتغل على النار، يعني عم شغل التكييف برا عم نشتغل على النار. يوم يبقى عندي عم اطبخ للولاد، يوم ما عندي عم يناموا جوعانين ويشهد علي الله.